اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستام للعام الدراسي 2023-2024. هذا ومن المقرر أن تبدأ هذه الامتحانات يوم السبت الموافق 24 من أغسطس وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 3 من سبتمبر. كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين يوم السبت الموافق 24 من أغسطس وتنتهي في يوم الأربعاء الموافق 4 من سبتمبر.